هاي تكون اتفاق، وبعدين الاتفاقيات يعلنها الرئيس الأمريكي للشعب الأمريكي. هذه مجرد يعني مثل ما يقولون، أنا قلت سياسية أكثر من ما تكون استراتيجية وعملية. الوزارة الدفاع الأمريكية حتى قبل يومين ثلاثة قال ما عندنا أي جدول بالانسحاب، يعني قوات الأمريكية من العراق. بعدين أكو هناك قواعد في سوريا، وهذه القواعد هناك يعني يكون الظهر مالها في العراق في إقليم كردستان. هذه كلها أمور ما تحددها الحكومة العراقية، ولكن هذه الإدارة حقيقة مثل ما قلت ما خسران شيء، إدارة الأمريكية. فبدل من أنه المقاومة وضرب القواعد والسفارة وغيرها، تعتقد أنه إذا ما جاملت الحكومة العراقية بأنه نخرج بيان وغير ملزم قانونيا عليهم، باكر تجي إدارة جديدة، أو حتى الإدارة الديمقراطية القادمة يجوز يقولون لا الوضع في المنطقة تغيرت، هناك تهديد في إيران، وإحنا مش مدرينا أنه بعد ساعة أو ساعات قليلة شنو اللي راح تحصل في المنطقة. ولهذا السبب الاتفاقيات ليس بهذا الشكل. يعني إذا نرجع إلى اتفاقية خروج الأمريكان من أفغانستان، كانت هناك مفاوضات حثيثة، وزير خارجية الأمريكي يقوم بها في قطر وكذلك دول الحلفاء 18 شهر، أكثر من سنة، كل النقاط حددوها إلى أن أعلنوا، والرئيس الأمريكي أعلن في وقتها بالانسحاب. أما هذا فأنا أعتقد مجاملة حكومة السوداني أنه يريد يقنع الإطار أو يقنع